مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. في يمن مونيتور تقرير حكومي يكشف عن طرق تهريب الحوثيين للآثار اليمنية والمتاجرات بها. وصحيفة الشرق الأوسط تكشف عن تنسيق عسكري سعودي مع الحلفاء لردع الهجمات الحوثية. وفي الأخبار المنوعة، موظف استوديو باع متعلقات هاري بوتر لسنوات سراً. بعد صدور أحكام بإعدام الرئيس ورئيس الوزراء، الحوثيون يفتتحون العام الجديد بجلسة محاكمة شكلية للصحفيين العشرة. هذا ما اختاره موقع المصدر أونلاين ليكون عنواناً للتقرير الذي نشره، وجاء فيه أيضاً أن ميليشيا الحوثي تعتزم المضي في إجراءات محاكمة غير قانونية للعشرة الصحفيين المختطفين، في حين بدأت الجماعة إجراءات التحقيق مع الصحفي عبد الحافظ الصمدي الأحد الماضي تمهيدا لإحالته للمحاكمة. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء عقدت على عجل أولى جلسات محاكمة الصحفيين العشرة في 11 من ديسمبر الفائت في ظل غياب محامي الدفاع الذين تدخلوا في آخر الجلسة للطعن في إجراءات المحاكمة المستعجلة. وطلب محامو الدفاع عن الصحفيين في عريضة مكونة من 6 صفحات سلموها منتصف الشهر الماضي لرئيس المحكمة الجزائية الخاضعة للحوثيين بصنعاء، بتنحي القاضي الحوثي محمد مفلح عن النظر في القضية، مؤسسين طلبهم على أسباب قانونية وموضوعية، منها المادة 7 من القانون 128 مرافعات التي توجب امتناع القاضي عن النظر في القضية إذا كان قد أفتى في الدعوة. وذكرت مصادر حقوقية أن سلطات الأمر الواقع ماضية في إجراءاتها غير القانونية ومحاكماتها للصحفيين المختطفين دون أخذ أي اعتبار لطلبات محامي الدفاع والمخالفات القانونية الجسيمة في الإجراءات. ووفق المصادر التي تحدثت للمصدر أونلاين، فإن إجراءات الحوثيين وتسريعها للمحاكمة غير القانونية تنم عن نية الجماعة في إصدار أحكام الإعدام ضد الصحفيين بعد تلفيق اتهامات الخيانة والعمالة والتحريض وخدمة أجندة أجنبية في عرائض الاتهام المقدمة للمحكمة من النيابة الجزائية الخاضعة للحوثيين. وسبق أن ناشد محامي الصحفيين عبد المجيد صبرة في منشور على صفحته في الفيسبوك ناشد بإنقاذ الصحفيين، مؤكدا أن كل الإجراءات المتخذة ضد الصحفيين باطلة ومنعدمة وفق القانون اليمني والقوانين والمواثيق الدولية. يتحدث الكاتب محمد اللطيفي عن المخا وتحولها من منطقة تهريب لصالح إلى مسرح لميليشيا طارق، وقال أيضا في مقاله المنشور في موقع المصدر أونلاين: كان علي صالح الذي حكم اليمن لأكثر من 3 عقود يدير اليمن كلها على أنها مجموعة قطاعات استثمارية تابعة له، وظل يظهر نفسه للعالم كرئيس لبلد عظيم كاليمن، لكنه في المخا كان يجد ذاته الحقيقية كقاطع طريق اتخذ منها منطقة للبضائع المهربة، وقام بتحويل الميناء إلى ممر لتجارة المخدرات والتجار بالبشر وبيع كل شيء ممنوع، بعد أن كان تاريخيا محطة لتجارة البخور للعالم. عندما خلع صالح من السلطة تحت ضغط ثورة فبراير وبموجب مبادرة خليجية، سلم منطقة التهريب الخاصة به المخا إلى ميليشيا الحوثي كانتقام من تعز التي كانت الركيزة الأساسية في سقوطه من السلطة. وعندما استولى الحوثي على المخا بدعم ومساندة قوات طارق صالح، حولها إلى مركز إمداد عسكري لمحاصرة مدينة تعز وحماية تواجده في الحديدة وعلى طول الساحل الغربي. وتعاملت ميليشيا الحوثي مع المخا بنفس عقلية صالح كمنطقة فيد مالي ومكان للاتجار بالأفارقة والتجنيد الإجباري بأطفال وشباب المناطق الساحلية في صفوف حربها ضد الشرعية والتحالف. وفي تعاملها مع المخا لم تختلف عقلية التحالف السعودي الإماراتي عن صالح والحوثي، فلا أحد يرى المخا منطقة اقتصادية تابعة لكيان الدولة. لقد تعمد التحالف تأخير عملية تحرير المخا والمناطق المحيطة بالساحل الغربي إلى فبراير
2017 رغم أنه حرر عدن في يوليو 2015. لقد كان الهدف استبدال المستأجر بآخر والميليشيا بأخرى، ومع أن الهدف المعلن من عملية السيطرة على المخا هو تحريرها من ميليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح وفق تصريحات الإعلامية حينها من قوات التحالف، إلا أن المدينة بعد تحريرها منع تسليمها سياسياً وإدارياً وعسكرياً للحكومة الشرعية. كشف تقرير حكومي عن طرق تجريف واسعة تتعرض لها المقتنيات الأثرية اليمنية خلال سنوات الحرب الجارية بحسب ما ورد في موقع يمن مونيتور. وقال التقرير أيضاً إن ثمة عصابات حوثية تعمل على تجريف ونهب وتهريب الآثار والمتاجرة بها. واتهم التقرير جماعة الحوثي بتفريغ محتويات المتاحف من كنوز الآثار وتهريبها إلى أمريكا ودول أوروبية بالتنسيق مع عصابات تهريب دولية بهدف الحصول على المزيد من الأموال لتمويل حربها على اليمنيين. واعتبر التقرير ذلك ضمن مساع حوثية تهدف إلى طمس الهوية الثقافية والحضارية اليمنية كهدف رئيس امتدادا لممارسة الأئمة من قبلهم الذين قاموا بنقل آثار اليمن إلى دول أخرى كهدايا للزائرين. وشملت هذه الهدايا تماثيل البرونز والذهب الخالص ونقوش مسندية نادرة وأدوات جراحة قديمة كانت تستخدم في تطبيب الناس وأوان ومصنوعات فاخرة ومنحوتات تجسد الحياة اليومية، بالإضافة إلى كنوز من العصر الإسلامي تمثلت في نسخ نادرة ووحيدة للمصحف ونسخ أخرى مطرزة بالذهب وغيرها من المقتنيات ذات القيمة الكبيرة. ونقل التقرير عن الباحث في التراث الثقافي اليمني عبد الله محسن قوله إن آثار اليمن تصدرت قائمة الدول التي بيعت آثارها في مزادات أمريكية وأوروبية خلال العام 2019، تلتها سوريا ثم العراق. وفي موقع صحوة نت نقرأ عنوان: البنك المركزي يعلن استعادة حاويات الأموال التي تم السطو عليها في ميناء عدن. يقول الموقع بالتفاصيل إن البنك المركزي أكد استعادة حاويات الأوراق النقدية التابعة للبنك بعد أن تعرضت لعملية سطو في رصيف ميناء عدن من قبل عناصر خارجة عن القانون. ونقلت وكالة سبع عن البنك أنه تم استعادة الحاويات وتم تسليمها للبنك المركزي كاملة وبأقفالها الرسمية، ولافتت إدارة البنك إلى أنها تعمل باستقلالية تامة في إدارة السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وفق القانون، موضحة أن أوراق النقد المطبوعة لا تكتسب قيمتها المالية في التداول إلا بعد استكمال إجراءات الإصدار وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي. وفي الشأن العربي نطالع في جريدة العربي الجديد مقال للكاتب محمد سيبشير بعنوان: ليبيا مخاطر على الجوار والإقليم. جاء فيه: تشهد ليبيا منذ أشهر تصاعد التوتر على أكثر من صعيد أمني وعسكري تحت غطاء كامل للاختراقات والتدخلات الجوارية والإقليمية، مع تداعيات لتهديدات حقيقية إذا اتسعت الفوضى لتطاول الجوار. وعلى وقع ذلك كله تجري مناورات سياسية في عدة بلدان منخرطة بشكل كبير في النزاع الليبي، كما تعرف المنطقة أيضا تغيرات في الجزائر مثلا قد تؤثر في مسار الأحداث في الأسابيع والأشهر المقبلة، خصوصا أن الرئيس الروسي بوتين والتركي أردوغان سيعقدان الأسبوع المقبل محادثات في أنقرة قد يؤسس فيها لتعاون بين البلدين في ليبيا على شاكلة ما وقع في شمال سوريا بعد انطلاق عملية نبع السلام التركية هناك. وإن كان أردوغان قد استبق ذلك الموعد بإطلاق تصريحات بشأن تورط روسيا في ليبيا من خلال نشاطات مشبوهة لشركة واستخدام مرتزقة لمساعدة المارشال حفتر في معركة طرابلس، يكبر المشهد الليبي ليبرز أنه مكان ارتكاز الصراع المقبل بشأن ملفين حيويين: تمركز الجماعات الإرهابية في ملاذ شاسع يبرر لصفقات أسلحة واستراتيجيات تمرير قضايا كبرى على غرار صفقة القرن، وملف الطاقة الذي سيشكل محور تحركات كل القوى سواء العظمى الولايات المتحدة وروسيا والصين أو الإقليمية أو التي تدور في فلكها من دول الإقليم الكبرى منها والصغيرة. إلى أين يسير الصراع في ليبيا؟ وفق المؤشرات المتاحة الآن وتطور الأحداث وتسارعها قد تكون الحرب إن امتدت وسقطت طرابلس وخيمت النتائج وعلى المستويات كافة، وهو ما يستدعي استفاقة من الدول جارة ليبيا للاصطفاف مع السلام المجتمعي ومع الحل الذي يخدم الليبيين من دون تدخل من خارج المنطقة
ومن دول نعرف نتائج تدخلاتها من مشاهد ماثلة أمامنا في اليمن وسوريا والعراق وفضاءات أخرى انتهت إلى ثورات مضادة، فهل تكون ليبيا في القائمة أم أن دول المنطقة تنهض من سباتها لتؤثر في مسار مجريات الأزمة والنزاع في هذا البلد؟ علمت صحيفة الشرق الأوسط أن قيادات عسكرية سعودية عليا اجتمعت مع قيادات ومسؤولين عسكريين من دول صديقة لوضع استراتيجية متطورة للتعامل مع ميليشيا الحوثي في حال قامت باعتداءات على المنشآت المدنية والاقتصادية في دول التحالف. وتفيد المعلومات التي حصلت عليها الشرق الأوسط بأن الاستراتيجية تتضمن الاستعداد لتوجيه عمليات وضربات عسكرية مؤلمة لقادة الميليشيا لدفع ثمن اعتداءاتهم، بحيث يتم التركيز على استهداف القادة المعطلين للحل السياسي. وتستند هذه الضربات بحسب المعلومات إلى منظومات رصد واستهداف ذات إمكانيات عالية تم إدخالها، بما في ذلك نشر أسراب طائرات مقاتلة تابعة لدول صديقة للمملكة ورادارات ودفاعات جوية وأسلحة نوعية حديثة. وبنيت هذه الاستراتيجية المتطورة على افتراض احتمالية قيام ميليشيا الحوثي بما تمليه عليها طهران للزج باليمن وشعبه في معركة لا ناقة له فيها ولا جمل. وتواصلت الشرق الأوسط مع مسؤول سعودي، لكنه قال إنه لن يعلق على أي أمور تتعلق باستراتيجيات داخلية أو أي تفاهمات بين المملكة والدول الصديقة. يكتب عبد الرحمن الراشد في صحيفة الشرق الأوسط مقالا بعنوان مقتل سليماني تراجع أم انتقام. قاسم سليماني لم يكن أعلى الجنرالات في المؤسسة العسكرية الإيرانية، لكنه كان أشهرهم. مع هذا قتله الأمريكيون، والأمريكيون يبدون أكثر ثقة وجرأة من أي وقت مضى. وعند الأمريكيين بنك مليء بالأهداف الإيرانية يمكنهم ضربها في حال جربت إيران تحديهم، ولهذا من المستبعد أن تتجرأ على المساس بالقوة الأمريكية، والأرجح أنها ستلجأ للانتقام بضرب مصالح خليجية أو أوروبية حليفة. لإيران أذرع في أفغانستان وسوريا والعراق ولبنان، ولها عملاء في كل مكان، ولأشهر تالية حتى نهاية السنة متوقع أن تقوم إيران بعمليات انتقامية غير مباشرة، ومن المستبعد أن يؤثر هذا على حظوظ الرئيس دونالد ترامب في الفوز. وبالتالي ليس أمام طهران إلا أن تعترف بأنها في أسوأ وضع، فالمظاهرات في الداخل ضد النظام تضعفه، والمظاهرات في العراق أحرجته، والحصار الاقتصادي أكل مدخراته ويهدده بالإفلاس، وإسرائيل أوجعته في سوريا، وروسيا رفضت الدفاع عنه، وعند إعادة انتخاب ترامب سيبقى شوكة ما لم تخضع لشروطه. سليماني كان غلطة من اختراع النظام الإيراني عندما أراده رمزاً للإمبراطورية، فأصبح رمزاً للهزيمة، جعله نجماً مشهوراً بعد أن كان لسنوات شبحاً غامضاً. تحول إلى شخصية عامة تظهر في مناطق القتال، في شوارع حلب المدمرة، وعلى أبواب الموصل العراقية، وفي قضائب علبك اللبناني. وبعيداً عن صورة النجم والإنسان التي كان يحاول رسمها لنفسه أمام الملأ، سليماني كان أخطر رجل إيراني عرفه العالم. عمليات القتل الجماعية في سوريا شارك في تدبيرها وتنفيذها، آلاف العائلات دفنت أحياءً في بيوتها، وفي العراق هو من أسس ميليشيات زرعت الرعب في المدن. سليماني كان القائد العسكري لحلم الإمبراطورية، الحلم مات معه، وقد انقلبت عليه صورة البطل عند الشعب الإيراني، حيث نددت المظاهرات التي عمت البلاد بالتمدد الخارجي وطلبت بالتخلي عن سوريا والعراق ولبنان، كما انتكس سليماني ومشروعه جراء الغضب الشعبي العارم في العراق ولبنان، حيث أحرقت صور الإمام والجنرال. قال موقع شبكة بي بي سي إن السلطات الصينية تحقق في تقارير حول انتشار نوع غامض من الالتهاب الرئوي في مدينة ووهان وسط البلاد. مسؤولون قالوا إن 44 شخصاً أصيبوا بالعدوى حتى الآن، مع تصنيف 11 حالة بأنها خطرة.
ودفع انتشار هذا النوع غير المعروف من الالتهاب الرئوي سنغافورة وهونغ كونغ لإخضاع القادمين من ووهان لفحص طبي مشدد. يأتي ذلك وسط مخاوف من أن يكون هذا المرض مرتبطا بعودة انتشار متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد سارس أو بأعراض قاتلة لمرض تنفسي آخر. حمى السارس القاتلة التي لها نفس أعراض الإنفلونزا فتكت بحوالي 700 شخص في الفترة من 2002 إلى 2003 بعد ظهورها للمرة الأولى في الصين. يقول موقع دي دبليو إن موظفي استوديو هاري بورتر المخصص لجولات محبي الشخصية الروائية والسينمائية الشهيرة كشفوا عن قيام زميل لهم بسرقة متعلقات تصل قيمتها إلى نحو 50,000 دولار أمريكي. وضمت قائمة المسروقات عصية سحرية وحقائب وشارات وربطات عنق جمعها الموظف من مخزن الاستوديو في الفترة من شهر ديسمبر 2017 وحتى مارس آذار 2018. الأكثر طرافة من سرقة متعلقات هذه الشخصية الخيالية هو طريقة اكتشاف عملية السرقة، إذ لاحظ الموظفون تكدسها أسفل مكتب زميلهم ثم اختفاءها دون مبرر ليقرروا إبلاغ المسؤولين بالأمر. وكشف تحقيق داخلي قيام الموظف بسرقة وبيع أكثر من 1,000 قطعة خاصة عبر حسابه الشخصي على موقع إيباي. أشار المدعي العام إلى أن عملية السرقة تعد خرقا للثقة، حيث قام الموظف بسرقة منتجات بآلاف الجنيهات مملوكة لشركة وارنر بورس من دون علم زملائه. وتم فحص حسابات الموظف البنكية واكتشاف استقباله لمبالغ مالية، كما تم العثور على قطع تم تغليفها استعدادا لإرسالها للمشترين، وهو ما لم يترك أمام الموظف خيارا سوى الاعتراف بجريمته. يتساءل الكاتب مكرم أحمد الطروان في صحيفة الغد الأردنية بماذا تفكر إيران الآن، ويجيب عن سؤاله بالقول: باغتيالها قائد فيلق القدس قاسم سليماني دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إيران إلى الوقوف على الحافة مرتبكة وغير قادرة على تجاوز مثل هذا الاستهداف الخطير لواحد مهم من نظامها. مثل على الدوام رمز مشروع طهران التوسعي في الإقليم. الرسالة الأمريكية التي تم توجيهها إلى إيران بأن عليها أن تقلل من تمددها في دول الجوار كانت قاسية جداً، إلى الدرجة التي أفقدت طهران توازنها وأدخلتها في حسابات معقدة عن كيفية الخروج من هذا الموقف بأقل الخسائر حفاظاً لماء وجهها ولمصالحها الداخلية والخارجية. بماذا يفكر قادة إيران الآن؟ هم يدركون أن أي تصرف تجاه واشنطن سيتبعه رد فعل من الأخيرة. النظام الإيراني المجروح يؤمن بأنه مطالب بتضميد جراحه ورد الصفعة للإدارة الأمريكية، لكن خياراته محدودة. للتصعيد العسكري الإيراني تجاه أمريكا ومصالحها وقواتها وجهان، إما بشكل مباشر أو من خلال وكلائها في دول عربية عديدة، سوريا، العراق، واليمن، ولبنان. ربما لن يكون من الصعب عليها تحقيق أهدافها هنا، لكن بلا شك أن قادة إيران ينظرون بتمعن إلى خطورة هذا السلوك مع دولة عظمى يديرها رئيس لا يفكر كثيراً قبل اتخاذ قراره بالرد. في المقابل فإن قبول إيران بالخسارة دون ردة فعل سيهز صورتها ليس أمام شعبها فقط، وإنما أمام أذرعها المنتشرة في تلك الدول، وستفقد الكثير من المناصرين لمشروعها التوسعي. طهران وحدها القادرة على قراءة المشهد الخاص بها وقدرتها على تحمل تبعات أي قرار تتخذه بهذا الشأن. هناك طرف ثالث في المعادلة، وهو في منطق الأمور الخاسر الأكبر من كل ذلك، فالعرب تاريخياً لم يكن لديهم مشروع، واغتيال سليماني على أرض عربية يثبت أيضاً أننا بلا مشروع حتى الآن. ففي المحصلة لا نحتاج إلى عصف ذهني لندرك أن الساحات العربية هي من ستدفع ثمن أي قرار سيتخذه النظام الإيراني، سواء قرر الرد أو التزم الهدوء إلى حين.
من صحيفة الديلي تيليغراف اخترنا لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم صورا متنوعة من مختلف أرجاء العالم، نتابع. اخترنا لكم أيضا اليوم مجموعة من رسوم الكاريكاتير والتي تعبر عن أحداث عدة، نتابع. بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.